ومن أسواق إربد نذهب لرئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق. أهلا بك معنا سيد خليل. يعني الآن الحكومة تدرس قرارات معينة ستخرج بها يوم الاثنين، أنتم في غرفة تجارة عمان ما هي أبرز توصياتكم للحكومة؟ شكرا ستي. يعني للأسف برضو نفس التعامل معنا في موضوع مناقشة قرارات تتعلق بالحظر، ننتظر سماعها من المؤتمر الصحفي أو بين الصحفي دون تشاور. كنا نتوقع أن يكون في اجتماع بين القطاع الخاص والجهات المعنية بموضوع الحظر ويعني استدامة العمل حتى نوصل لحلول وتوافقات تحافظ على جهود الحكومة في الحفاظ على تصليح المنحنى وفي المقابل تخفيف الضرر عن معظم القطاعات. للأسف لم يتم تشاور معنا اليوم. سمعنا تسريبات أنه هناك توجه لزيادة ساعات الدليفري حتى الفجر وهذا لا يكفي. اليوم المطلوب أن نجلس على طاولة واحدة بأسرع وقت. عندنا مطالب كثيرة طرحناها خاصة في موضوع الساعة 6، هذا يشكل ضغط كبير وتهافت أو ازدحامات وهذا يضر في الجهود الحكومية وأيضا جهود القطاع الخاص. ما هو اقتراحكم هنا سيد خليل؟ على الأقل يتم تمديد ساعة أو ساعتين بعد الساعة 6 حتى تمر فترة الذروة زي ما نحكيها، ذروة رمضان قبل رمضان بأسبوع وأول أسبوع في رمضان فقط، بعد ذلك يتراجع الطلب 50% عن المواد الغذائية والمخابز، فهذه فترة تستوجب قرار جريء حتى ما نتسبب بالضغط وحتى أصحاب العمل وموظفينهم يستطيعوا العودة لمنازلهم قبل الحظر الجزئي ولا يتعرضوا لمخالفات وتوقيف. المطلب الثاني وكنا نستغرب عدم يعني تنفيذه هو توسيع قاعدة التوصيل المنزلي لأكثر من قطاع حتى يخف الضغط على المخابز والمحلات الخضار والسوبر ماركت والمياه وغيره. فبالتالي هذا المطلب كما يوجد الآن سماح للمطاعم والحلويات وتوجد آلاف السيارات المحطة صريح توصيل منزلي، لماذا لا يتم توسيع؟ هذا مطلب ثاني لم يتم الإجابة عليه أو إقناعنا بصراحة أنه لا يمكن تطبيقه. الجمعة لماذا لا يسمح بالتوصيل أيضا أسوأ من باقي الأسبوع؟ ففي مطالب كثيرة إحنا والحكومة شركاء في الحفاظ على المصلحة العامة، لكن هذا إقصاء القطاع الخاص عن النقاش وتهميشه هذا غير مقبول. كل مرة نطلب هذا الطلب أن نكون شركاء في المسؤولية، لا يعقل أن نكون طرف أو إحنا الجهة التي المتضررة ولا يسمح لنا بنقاش مع الحكومة وإقناعا على الأقل حتى. لماذا سيد خليل ما السبب لماذا لا يتم الاجتماع معكم؟ هلا هذا السؤال توجيه للحكومة. أنا مجتمع معانا في لقاءات مع الحكومة لكن ليس في ملف ما هي الإجراءات التخفيفية اللي ممكن. كيف توصلون للحكومة مقترحاتكم؟ من خلال وزارة الصناعة والتجارة، من خلال وزارة الصحة، بنبعث احنا لكل الحكومة مراسلاتنا وبنلتقي. طيب. لكن عندما يتم اتخاذ القرار وعندما يتم التشاور بين لجنة الأوبئة وزارة الصحة اللجنة الإطارية لا يكون القطاع الخاص موجودا. طيب. كيف اين الشراكة التي نتحدث عنها؟ سيد خليل كنقيب تجار المواد الغذائية لنتحدث عن الأسعار، كيف تضمنون ضبط الأسعار للأصناف وماذا أيضا عن توفر الأصناف خلال الشهر الفضيل؟ شكرا. موضوع توفر الأصناف ما عندنا مشكلة، يعني ما عندنا مشكلة في المخزون أو توفر الأصناف المستوردة. الآن الأسعار يحكمها العرض والطلب. المواد المستوردة نطمئن الناس لا يمكن أن ترتفع بسبب زيادة الطلب في رمضان أو غير رمضان لأنه في كميات كافية. كل رمضان تواجهنا مشكلة في بعض المواد الطازجة أختي الفاضلة، الدواجن، بعض أنواع الخضار واللحوم البلدية أو اللحوم الطازجة اللي تذبح في المسلخ. فهذه كل عام، هذا العام حتى الآن يعني المؤشرات أفضل من العام الماضي، هناك ضعف في القدرة الشرائية، هناك رمضان يأتي في منتصف الشهر وهذا دائما يؤدي أن يكون مبيعات منخفضة عن عندما يأتي رمضان في نهاية الشهر، معظم مواطنين بيعتمدوا على الإنفاق على رواتبهم. الأمر الآخر الحظر الجزئي أيضا ومنع المناسبات، من إغلاق الفنادق، إغلاق المطاعم، هذا كله يؤدي إلى تراجع الإنفاق على المواد الغذائية في رمضان بالنسبة لتصل إلى 50%. فبالتالي ما في طلب كبير، في عرض كبير مواد. اليوم يعني مطلوب من الحكومة موضوع الخضار يكون، وزملائنا اتواصلت معهم في نقابة الخضار وغيره، الكل يعني أبدأ اهتمامه أنه هذا الظرف هذا رمضان نعي ظروف الناس، يجب أن نحافظ على أن يكون العرض أكثر من الطلب. اللحوم اجتمعنا أول أمس مع وزير الزراعة وزير الصناعة والتجارة مشكورين، و
اطلعنا على المخزون وتجارنا استعدوا خاصة اللحوم المستوردة أنه يحافظوا على أسعارها، لأنه اليوم المواطن لا يحتمل ولا يقبل مزاجه العام لا يقبل فكرة الحرارة. سيد خليل، هنا فيما يتعلق باللحوم، الآن اللحوم سيتم استيرادها من أكثر من جهة، هل هذا سينعكس لربما على فرصة لتخفيف أسعارها أو تخفيض أسعارها؟ أشكرك. يعني المنشأ الجديد الوحيد اللي مشكور وزير الزراعة سمح فيه هو السودان. السودان كان عليها إغلاق، اليوم تم سماح بالعجل المذبوح قريبا أو خلال اليوم أو بكرة توصل طائرات بالخروف الطازج مذبوح مشحون بالطائرات. هذا طبعا أي مادة زيادة تؤدي إلى زيادة المنافسة وزيادة العرض والبدائل أمام المواطن. الخروف السوداني سيؤدي إلى استقرار الأسعار في هذه السلعة، لكن يعرف الناس اللحم الروماني اليوم يواجه سعره في بلد المنشأ سعر البلدي، في ارتفاع من شهرين ثلاثة صار على اللحمة. يعني إحنا اليوم ما حصل بالزيت والسكر والرز والمفاجأة اللي صارت أو الهجوم، إحنا كنقابل اليوم من نهاية الشهر سنضع المواطن في نشرة شهرية ماذا يدور في العالم حتى من حقه يحصل على المعلومة. نحن كنقابة هذا واجبنا، نحترم عقل المواطن ولا نفتي كما يفعل غيرنا فيما لا نعرفه، فنعطي المعلومة الحقيقية للمواطن. اليوم المزاج العام أختي الفاضلة يرفض الكثير من الأمور، يعني في فكرة، لكن إحنا واجبنا نعطي المعلومة الصحيحة والمواطن باستطاعته التأكد منها. لذلك إحنا رمضان مطمئنين على الأسعار، المخزون موجود، المنافسة الشديدة، في ركود، في نقص سيول عند التجار، فبالتالي العروض بناء على تواصلنا مع المولات والهايبر ماركت راح تكون هذا العام أقوى من كل العروض الماضية. وعدونا زملائنا في مواد تباع بالكلفة وأقل من الكلفة ونراهن عليهم. وغير صحيح أحيانا أن هناك فرق كبير بينها وبين المؤسسات، الكل يخدم المواطن، فبالتالي نرجو من الإعلام الرسمي أنه برضه يوجه رسالة للمواطن إيجابية باتجاه محلات السوبر ماركت والقطاع الخاص أنه يؤدي دور وطني ويخدم المواطن. وليس صحيحا هذه أحيانا البعض يشيطن القطاع الخاص، الكل واجب يخدم المواطن سواء قطاع خاص قطاع عام قوات مسلحة، كلنا واجبنا نخدم المواطن. وأنا مطمن على رمضان إن شاء الله الأسواق راح تكون جيدة بالنسبة للأسعار. اي ملاحظه تريدكم احنا جاهزين نتدخل كنقابه. اليوم الغالبيه العظمى ملتزمه. نعم، نتمنى سيد خليل ان يتم الالتزام من التجار في الاسعار والتعاون ايضا من قبله مع المواطنين في هذا الشهر الفضيل. التجار مش ما اجوش امبارح على البلد، التجار في كل رمضان يلتزموا. واذا بتراجع عندك اعلاميه اخر خمس سنوات كان او 10 سنوات لم نسمع شكوى في رمضان الا بالمواد الطازجه، بعض انواع الورقيات، بعض انواع الخضار، هذا نتيجه انه كان في طلب كبير وعرض محدود. فنتمنى هذا العام. الشكاوى سيد خليل دائما موجوده والرقابه انتم مسؤولون عنها. عفوا، نعم، ايش مسؤوليتنا عنها؟ رقابه الاسعار سيد خليل. لا، رقابه الاسعار نتمنى يكون عندنا احنا بالقانون صلاحيات، لكن عندنا رقابه اخلاقيه وأدبية، الرقابة للحكومة. لكن إحنا في سوق مفتوح، ما بصير نتذكر رمضان قبل بأيام. هذا أسلوب الفزع يجب أن نتخلص منه كلنا قطاع عام وخاص. لما يكون في مجلس أعلى الأمن الغذائي يجتمع على مدار العام نستطيع تجاوز كل السلبيات، لكن أنا أتذكر المواسم قبل أيام أعتقد هنا يحصل بعض الخلل نتيجة أنه عرض وطلب، لكن كلنا واجبنا نحافظ على استقرار أسعار المواطن لأنه هذا أبسط حقوقه علينا كقطاع خاص أو ناس من مثل القطاع الخاص. كل عام وانتم بخير سيد خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة عمان، شكرا جزيلا لك.